الشجر أنواع والخشب كمان، هتلاقي منه الزان والمسكي والقرو والبلوط، وسبحان الله كل الأنواع دي بتتحول لحاجات عمرها ما كانت تخطر في بالك على إيد صنايعي شاطر بيعمل منها كاسات أو أطباق وسلاطين للأكل، وحتى الأباقيب اللي في كل الجوامع معمولة من الخشب ده. هو الورش بيمر الخشب بمراحل كتير، من أول ما بيجي مجرد قطع شجر يتخزن ويتشكل على حسب مقاسه، وبيتقطع بعدها بالمنشار ويتخرط على المخرطة، ولما يوصل لمرحلته الأخيرة يتصنفر علشان يبقى ناعم، وبقدرة قادر تلاقيه في إيدك قطعة فنية كانت في الأساس أشجار مختلفة أصلها ثابت وفرعها في السماء. عم سيد، اتفضل. مبدئيا المكنه دي اسمها ايه؟ ده منشار. المنشار قالوا لي ان انت عمود الورشه. طبعا. ليه؟ عشان انا بطلع الشغل كله. ازاي بقى؟ اشرح لي. يعني الشيء ده بيعمل ايه؟ بيجي دي لك دي بتطلع قرمه. ماشي. كانت خشبه بتطلع قرمه بفصلها على مزاجي انا. ايوه. عايزه جرن، عايزه يد جرن، عايزه سلاطين، قرم، باق كده. حسب يعني انت دلوقتي مثلا الشجرة. انت دلوقتي هتبقى عارف انت هتسلم ايه؟ طبعا. ولا بتنظف بس؟ لا انا عارف انا بعمل ايه. عارف انت بتعمل ايه؟ يعني مثلا حته الخشب دي جات لك كده ولا انت قصيتها؟ ده كله طالع منها؟ لا ده طالع من فضل. ده طالع من فضل الشجر. من فضل حاجه زي كده، من زي الاطباق. يا ممكن معلش تجيب حته زي دي من الكبيره دي؟ بس اي حاجه يعني مثلا هي تجي لك بالشكل ده؟ لا هي بتيجي قرمه زي كده. قصدك اللي دي. عليها بقى كل ده انا بطلعه، قشره الشجر طبعا، وانت بقى تشيل تطلعها مدوره كده. يعني الشيء ده هيبقى ايه مثلا؟ ده سلطانيه. بعد ما انت تجهزها سلطانيه تروح على المخرطه. تروح بقى عند المخرطه. احنا دلوقتي في المرحله الاولى. ده مثلا ده ينفع ايه مثلا؟ ده وباب. ده هيبقى وباب. اشمعنى بقى الحته دي اللي بتنقوها وباب والحته دي اللي بتبقى؟ ان ده فيكس ما ينفعش عشان التصمير. ما فيهوش عصب يعني. بالظبط كده عشان المسمار. لكن في اللي هو الصرصوع واللبخ ده بيتعمل اطباق ما ينفعش فيه مسمار، ما يدقش فيه مسمار. ده ينفع يدق فيه مسمار، بيساع المسمار تاني ماسك نفسه مسامه وقافله. صح كده؟ طيب بيسموك الاسطوره ليه يا عم سيد؟ لا مش ده إيه؟ عشان انا الاسطوره بتاعت الشغل. انت الاسطوره بتاعت الشغل، بتطلع انت الحاجات كلها. طب انا هلبس نظارتي عشان انت بتطلع رايش كتير من البتاع ده، وريني بقى بتشغل مكانتك دي ازاي. انت ما بتلبسش نظاره ليه يا عم سيد؟ احنا واخدين على كده. ماشي. ده وباب. ده الوباب ده ما شاء الله 47. لا ده في فرمه. انت معاك فرمه. نشتغل عليها. وريني وريني هتنضفه ازاي بقى. لا ده انت اسطوره بجد يا عم سيد. مش خايف من السلاح ده يا عم سيد؟ واخدين على حضرتك على كده شغلتنا. ايه يا عم سيد ده؟ بس 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 ايه في المنشار؟ طب انت عملت الاوباب ده طلع من حته رفيعه جدا وانت اسطوره وبتاع، مفيش يعني متعافي على الأبواب ده؟ مفيش حاجه كده في دشمه محترمه كده؟ طب وري تعالى. خميس يا خبر ابيض، مش قوي كده. هتشتغلوا على دي؟ طيب ادور. دور يلا. البس النضاره. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صودا من جوه يا عم سيد. اشمعنى؟ هو ده حد بقى بتاعت ربنا. ده لونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم دي تطلع ايه بقى يا عم سيد؟ دي بتطلع طبق. كل دي تطلع طبق؟ لا اتنين. طبق ايه؟ ماشي. كل حته لون وشكل يا عم سيد. ها حاجه ربانيه بتاعت ربنا. كده مرحله. لا ده انا بعد كده لو شفت طبق خشب هبص له باحترام جديد. اكيد طبعا. سلم ايدك والله العظيم وحياه ربنا يا عم سيد. ده بقى دي مرحله يروح على المرحله الثانيه. طب اطفي ده بقى.
ازيك يا عم عادل؟ الله يسلمك يا استاذ. عم سيد قال لي ان هو بيقطع هنا يسلمك هنا. طبعا. صح؟ اه. دي كانت خلصانه يا عم عادل. ماشي. واحده من الاول خالص اشوف انت بتعمل ازاي. ماشي. هقوم هتعفرني. زي ما انت كده يا عم. ولا عادي؟ اه ايوه. ماشي. ممكن بقى تقوم من المكان. هقوم طبعا. ده بيرسم لي الشكل وبعد كده بنعم بس. طب بسمتك بقى انت مش لابس نظاره ليه؟ مش متعود عليها. انا غلطان. واخدين على كده. تقعد وقت قد ايه بقى يا عم؟ تقعد وقت قد ايه يا عم عادل تعمل كده؟ ما بتاخدش وقت كتير. طب عم عادل خلاص بقى بطل؟ بتخش مرحله صنفره الاول بره. نعم. تشطيب بره بعد كده تركب على ظرف. في بقى واحد يمسكها بعدك؟ وبعد كده بتخش على ظرف تاني تتصنفر وتتشطب وانكتعت الدهان بتخش دهان. الدهان ده ايه يا عم؟ صله قراب. سيب يحافظ على ال بيقفل المثانه بتاع الخشب بس. يقفل المثانه. طب وان سبتها مش مدهونه يجري؟ عادي ما يجرالهاش حد. بالزيت كانوا بيقولوا لي في الاقصر ادهنوها زيت. ده بيدوها واحنا برضو اما بتبقى حتى مدهونه بنقول له اديها زيت عشان كل تغسله بالزيت بس. يحافظ على الخشب. ولونه حتى يحلو كده بالقلم. يلمع اللون بس. انت تعرف تطلع كام سلطانيه من دول في اليوم يا عم؟ يعني ممكن 50 متشطبين مثلا. 50 متشطبين ما شاء الله الله اكبر. انت عندك اولاد يا عم؟ اه عندي غرام عروسه. غرام عروسه؟ اسمها غرام؟ لا ده انت جميل جدا 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 يعني. يا رب كده تتجوز وتتهنى ويبقى كله. وعندك عيال تانيين ولا عندك غرام بس؟ لا غرام بس. ربنا يخليها لك يا عم عادل. ربنا يخليها لك. كل سنه وانت طيب يا عم عادل. طيب يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك.